السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه ان شاء الله. عواشركم مباركه يا ربي، رمضانكم مبارك يا ربي. غادي ندير معكم هاد البسيطلات بورقه الفيلو معمرين بالحوت، كيجيو زوينين بزاف ومقرمشين ولذاد. مذاق ما نعاودش لكم، كنتمنى تجربوهم. تابعوا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. عندي نص كيلو ديال الحوت مخلط، عندي ربع ديال الشامبينيون، وعندي واحد صدر ديال الدجاج، و 200 غرام ديال الشعريه الصينيه. الشعريه البنات راه فزقتها في الماء سخون مده 5 دقائق وصفيتها، حيت كاينين الناس اللي كيغليوها في الكاسرونه، انا ما كنغليهاش حيت للاسف فاش كتغلى كيخسر القوام ديالها، كتشتت وكتجي معجنه، والبن كتجي في شي شكل. بهذه الطريقه كتجي الخدمه ديالها خدمه متقونه، مع هي باقي تتكون باقه مازال ما نشفات، ومع الطياب ومع لاصوص كيدخلها مازال، وكتجي هي اللي كتشرب داك البقايا ديال لاصوص اللي كيكون في الحشوه. هنا كيف ما كتشوفوا درت الربيع، شويه الربيع والحوت والزيت البلديه، وكتزيدوا الزبده حتى هي كترطب الحوت. انا في هذه المقله درت غير الزيت. هنا زدت 2 دروس ديال الثوم، وغادي نزيد شويه العطريه. هنا زدت الملحه، والتحميره وشويه الابزار، سكنجبير، الكمون، والهريسه. هنا غادي نبقى نشحر هاد الحوت حتى يشرب ليا الماء، حتى يشرب ليا ديك لاصوص، ونطفيو عليه. غادي نزيدو عليه لاصوص الصوجا حيت نسيتها في هاد في الاول ما حطيتهاش، حيت ضروري صوص الصوجا هي اللي كتزيد النسمه في هاد الحشوات، لا ديال الحوت ولا ديال الدجاج. وواحد نص حمضه معصره، يعني شويه ديال العصير ديال الليمون الحامض، هو كيتواتى مع الحوت ضروري منه ما نساوه. والحوت هاد الحوت ما كياخدش لينا طياب بزاف. هنا كنشحروه ونزلوه. غادي ناخذ المقلات، غادي نديرها على نار متوسطه، غادي ندير طريف تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نذوبها او الزيت البلديه، يعني كيتواتاو بجوجهم هاد الجوج. وغادي نشحرو فيهم الشامبينيون، اللي ما متوفرش عنده هاد الشامبينيون طري يقدر يستعمل ديال لاطا، يعني شامبينيون مصبر. وغادي نضيف شويه د الملحه، وشويه د الابزار، هاد الجوج اللي كنستعمل مع الشامبينيون دائما. وغادي نبقى نحركهم كنحس بهم ينزلوا على نار متوسطه، يعني غادي يبقاو يطلقوا الماء ديالهم، وغادي نبقاو نحركوهم حتى ينشفوا من داك الماء. من بعد ما ينشفوا ليا من داك الماء غادي نطرفهم حتى هما، وغادي ندوز للشعريه الصينيه تقريبا داك القياس اللي غادي نحتاج، واحد 200 غرام، وغادي نرقدو في شويه ديال الماء سخون. غادي نخدم به، غادي نخلطو مع جميع هاد العناصر، ونزيد نشحرهم واحد شويه تيتشربوا ليا حتى ينسجموا ليا مع الخليط ديالي، ونخدم بهم. ها هما كيف ما كتشوفوا لي شامبينيون. غادي نضيف عليهم داك الحوت والشعريه. للاسف دائما كيتحذف ليا واحد الفيديو، ما عرفت المشكل مناش، واش انا اللي ما كنصوروش اولا المهم ما كنلقاهش بين الفيديوهات اللي كنصور، يعني الفيديو فاش خلطت جميع العناصر. الشعريه كيف ما قلت لكم كنرقدوها في الماء سخون لمده 5 دقائق، من بعد كنصفيوها وكنقطعوها بالمقص وكنخدموا بها. يعني كنخلطوا جميع العناصر مع واحد الصدر ديال الدجاج، يا اما نسلقوه في شويه الماء والملحه كنقطعوه طريفات صغارين، اولا كنشحروه في شويه الزيت والملح والابزار. يعني بهذه الطريقه بهذه جوج الطرق
باش كنخدم. كيف ما بان لكم خدمت بالورقه اللي فيلو، وهنا الورقه اللي خديت كل هذا التقرمش، حيت بعض المرات كنصيبوا الورقه زوينه والورقه خايبه، ماشي دائما كنلقاوها رطبه في الداخل. ها هي كيف ما كتبان لكم تتقطع معايا من اول استعمال، هانتوما شفتوها. هاد الطريقه اللي غادي ندير لهم، يعني كل ورقه كندهنوها بالزبده وكنديروا فيها الحشوه في الوسط، يعني هاد الحشوه كتجيني قد قد مع هاد الورقات اللي عندي. وكل صريره كنديروا فيها تقريبا جوج المعالق ديال الحشوه، كنضيفوا عليهم شويه ديال الفروماج، يعني الفروماج ديال الموتزاريلا او اي فروماج متوفر عندكم، ايدام او اي نوع او ايمنتال، وكنجمعوهم يعني كندوروا عليهم. ولكن للاسف هذه الورقه لقيتها ناشفه قبل ما نخدم بها، ماشي عاد حليتها ولقيت فيها هذا المشكل. هنا من بعد ما كملتهم غادي ندهنهم كاملين بالبيضه، يعني واحد البيضه كامله ندهنهم كاملين. الفران كنسخنوه من قبل، كندخلوهم الفران حتى ياخذوا اللون ديالهم، يعني حتى يوليو كلهم ذهبيين، يعني طيبين مزيان، حيت كل سيده والفران ديالها. وملي نخرجوهم نقدمهم بالصحه والراحه، كيجيو غزالين مقرمشين على برا وطريين من الداخل. المذاق ما نعاودش لكم، بغيتكم تجربوهم. يعني هاد الصريرات ها هما من بعد ما خرجتهم من الفران، شفتوا البرقه كي دايره، هذه مقرمشه ليا قبل ما نخدم بها. كنتمنى الفيديو اللي درت معكم اليوم يعجبكم وينجح معكم، تقاسموه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وما تنسونيش بلي بارتاج ولي لايك والتعليق ديالكم الزوينه. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد، والى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله.